في هذا المصنع الصغير بإمكانياته والقديم بأدواته، يعمل عماد النتشة بصناعة الزجاج بالطريقة اليدوية التاريخية القديمة لينسج أشكالا زجاجية يبتكرها من خياله. هذه هي الصناعة التي توارثها عماد وأبناء عمومته قبل مئات الأعوام عن أجدادهم وأبائهم، تعتبر من أقدم الصناعات التقليدية في العالم. شغلة هذه وراثية أبا عن جد، وعائلتنا تقريبا فيها صار لها من 600 ل 650 سنة، 700 سنة. طبعا تاريخ صناعة الزجاج في الخليل المتعارف عليه أكثر من 2000 سنة الموجود في الخليل. مدينة الخليل التي تشتهر بصناعة الزجاج منذ ما يزيد على 1000 عام، فقد كانت حارة القزازين بالخليل القديمة هي موطن هذه الصناعة، وقد حافظت عليها عائلة النتشة منذ القدم، لكن هذه الحرفة يتهددها خطر الانقراض. اليوم الأولاد ما بدهم يتعلموا هالشغل لأنها شغلة صعبة جدا، يعني مش أي واحد بيتعلمها. طبعا بده خبرة وبده مهارة وبده ذكاء، مش أي واحد بيتعلمها. يعني أنا إلي 7 إخوة، فيش إلا أنا طلعت فيهم. نفس الإشي ابن عمي إله 6 إخوة، فيش إلا هو نجح يسويها. يعني هالشغلة مش أي واحد بيشتغلها. باستخدام الزيت توقد النار في هذا الفرن لمدة تزيد عن 8 ساعات حتى تصل حرارته إلى 1400 درجة مئوية، قبل أن توضع بداخله قطع الزجاج المستخدم التي يجمعها العاملون من الشوارع حتى تصل هذه القطعة إلى درجة الانصهار، ليتمكن عماد من سحبها والنفخ بداخلها باستخدام هذه القطعة المصنوعة من الحديد ليشكل منها لوحات زجاجية غاية في الجمال. أصل الزجاج من الرمل والسودة والسلكة، هلأ ما بنستعمل الإزاز المكسر، إعادة تصنيع. نحط إزاز أبيض بالفرن ونعطيه اللون اللي بدنا إياه، طبعاً صبغات معينة للإزاز وإحنا بنصبغها اللي بدنا إياه، وبعدين منشكله عن طريق المواسير هدول بالشكل اللي بدنا إياه. 3 مصانع هي من بقيت تعمل في هذه المهنة التي تنتج هذه القطع التاريخية، تحاول عائلة النتشة المحافظة عليها في ظل غياب الاهتمام الرسمي والشعبي بها. تشتهر مدينة الخليل بصناعة الزجاج بالطريقة اليدوية منذ زمن بعيد. هذه الحرفة التي تناقلها هؤلاء من آبائهم وأجدادهم حتى وصلت إلى أيديهم تشكل هوية ثقافية وتاريخية للمدينة، مما جعلها معلما سياحيا للكثير من زوار المدينة ومصدر رزق للعاملين فيها. من داخل أحد مصانع الزجاج بمدينة الخليل، حمزة السلايمي، تلفزيون القدس. على الكود.com.